بالكاد تشق هذه المركبة طريقها وسط اختناق مروري، إذ باتت مشكلة الزحام ظاهرة تؤرق أشرف سعيد، حيث يقود مركبته هنا في شارع ضيق بمدينة التربة في محافظة تعز، ويرى أن السير وسط هذا الزحام يعد مجازفة وعائقا كبيرا. شوارع التربة شوارع ضيقة وخانقة، أحيانا يعني نضطر نحن نوقف ساعة يعني آخر الشارع علشان الزحمة، وأحيانا نرجع الدائري نرجع نعمل لفة ثانية علشان الشوارع علشان الإصلاحات. ترجع مشكلة تعثر حركة السير إلى توقف الشوارع الفرعية التي تتخلل المدينة بعد أن شرعت السلطات المحلية في إعادة تأهيلها، فضلا عن استمرار تأهيل الخط الدائري للمدينة، حيث سيمثل إنجازه انفراجة للتخفيف من ازدحام حركة السير في المدينة. سبب الاختناقات المرورية في التربة المفرشين، الشوارع غير مؤهلة، موجود شارع واحد في التربة وهو الشارع الرئيسي. بدأ المجلس المحلي بإصلاح الشوارع الفرعية وترميم الشوارع الفرعية لكي تخفف من الازدحام الموجود داخل التربة. كثرة المركبات وتزايد أعداد الدراجات النارية تسبب في تعثر حركة السير، ناهيك عن اتخاذ الشارع العام محطات انتظار للمواصلات، وسط غياب لدور السلطات المحلية في تنظيم أماكن مخصصة. رغم حضور رجال المرور هنا، إلا أن مشكلة الاختناق المروري باقية وسط مناشدات للسلطة المحلية في سرعة استكمال إعادة تأهيل شوارع المدينة. إبراهيم سعيد، قناة بلقيس، من مدينة التربة بتعز.